في برنامج نور الدرب أحيانا نأخذ هامشا على أسئلة بعض المستمعين، حث فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لأولئك الذين يمتطون ظهور السيارات وخاصة السيارات الكبيرة ويأخذون في شرق البلاد وغربها أثناء أوقات الصلاة وغيرها خاصة صلاة الجمعة، توجيه فضيلتكم لمثل هؤلاء. صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، واجبة وجوب عيني على كل مسلم إلا من عذرهم الله سبحانه وتعالى من المرضى والنساء والمسافرين والمماليك، أما من لم يكن له عذر من هذه الأعذار فإن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم. ولهذا جاء في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. الواجب على المسلم ألا يتساهل في صلاة الجمعة، وإذا صار يبي ينتقل من مكان إلى مكان في البلد السفر نعم بحجة السفر مثلا، إذا كان أنه يريد السفر فله أن يسافر، إلا أن العلماء يقولون يكره له أن يسافر في صبح الجمعة إلا إذا كان سيصليها في الطريق، وإذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأخير حرم السفر وجب حضور صلاة الجمعة. أما إذا كان يريد أن ينتقل في البلد من مكان إلى مكان فإنه يصليها في المسجد الذي في طريقه ولا يعطل صلاة الجمعة. وإذا خرج من البلد وابتعد عنها وصار بينه وبين الجامع مسافة ويشق عليه الرجوع لصلاة الجمعة فإنه يعذر في هذا، نعم، ويصليها ظهرا يصليها ظهرا نعم.